بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الخامس الابتدائي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. يعني إن شاء الله شغالين في الاختبارات، وده الاختبار رقم 3. السؤال الأول بيقول اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات بين القوسين أمام كل عبارة. دي مجموعة وهذه مجموعة، يبقى أنا هستخدم إيه؟ جزئية وليست جزئي. يبقى قلت 7 و3 موجودين في المجموعة التانية، أه يبقى جزئي، يبقى جزئي. هنا بس ان اقول حاجة ممكن نكون حليناها غلط في النموذج الاولاني، ان لما س جزئية من ص معناته ان الس دي هي ايه؟ المجموعة الاصغر، وص هي المجموعة الاكبر. يعني زي دي كده، دي الاصغر ودي ايه؟ المجموعة الاكبر. فلما س جزئية من ص ويجي يقول لي س تقاطع ص هيساوي ايه؟ المجموعة الصغيرة اللي هي هتبقى المجموعة الصغيرة اللي هي س. لما يقول لي س اتحاد ص هيساوي المجموعة الكبيرة اللي هي ايه؟ اللي هي ص. يبقى لما س جزئية من ص يبقى س الصغيرة وص هي المجموعة الكبرى. طيب السؤال الثاني بيقول لي 355 على 18، هنا قال لي يساوي كام بقى؟ حط لي هنا فاصلة بعد الاثنين بعد رقمين، يبقى لازم احط فاصلة بعد رقمين هنا، يعني على 18 من 100. يبقى دي الإجابة الصحيحة ودي الإجابة الصحيحة للسؤال الأول. احتمال الحدث المستحيل صفر، احتمال الحدث المستحيل صفر. أصغر الكسور التالية، طبعا أصغر الكسور التالية المفروض أوحد إيه؟ أوحد المقامات، أعداد مختلفة خالص. يبقى أنا بقارن كل كسرين مع بعض، يعني الأول مع التاني، بعد كده يبقى مثلا رتبت وأقارن التاني مع التالت، بعد كده التالت مع الرابع وهكذا. يبقى نقارن الأول التلت والاتنين على 5، أوحد مقامات على 15، يبقى هضرب في 5 فوق وتحت، 5 هنا يبقى 5 على 15، وهنا هضرب في 3 فوق وتحت يبقى 6 على 15. يبقى التلت هو الصغير، يعني ترتيب كده هيبقى التلت واتنين على 5. طيب هقارن الاتنين على 5 مع 5 على 8، يبقى 2 على 5 و5 على 8، يبقى هضرب في 40، اخلي ال 40 هنا، يبقى اضرب هنا في 8 على 8 وهنا في 5 على 5، يعني ايه؟ 16 على 40 وهنا 25 على 40. خلاص يبقى 5 على 8 اكبر، يعني بعديهم 5 على 8. خلاص يعني يبقى اقارن بقى 5 على 8 مع 2 على 9، 5 على 8 مع 2 على 9، او اقارن ال 2 على 9 مع التلت على طول، اقارن ال 2 على 9 مع التلت على طول واشوف هتتحط فين. يبقى التلت و2 على 9، ها يبقى ده هتبقى محتاجه يبقى 3 على 9 ودي 2 على 9، يبقى التلت اكبر، التلت اكبر، يبقى ال 2 على 9 هو اصغر عدد موجود في هذه الكسور، اصغر عدد موجود في هذه الكسور. هنا لما اضرب، سيبك من الضرب ومن نتيجة الضرب، هنا الفصل هتبقى بعد كام؟ بعد 3. هنا نفس الاعداد، نفس الاعداد بالظبط، ما دي 32 و125 ودي 32، يعني هديك الناتج واحد، بس هي المشكلة في الفصل هنا. هنا هيبقى الفصل بعد رقم واحد، هنا بعد 3 ارقام، هنا يبقى دي اكبر طبعا، يبقى الايه؟ الكسر اللي على اليمين اصغر من الكسر اللي على اليسار. بيقول لي 7 على 80، طيب يبقى هنحتاج نقسم، يبقى 7 على 80، 7 على 80. خلاص انا بقسم ايه؟ 7 على 80 مش هينفع، يعني انا المفروض بحط فاصلة والصفر ده اشيله واحطه هنا، يبقى ده إيه؟ يبقى معناته 7 على 8 على طول، بس انا حطيت الصفر هنا فوق. طيب 7 على 8 ما ينفعش، يبقى احط ايه؟ صفر، والفاصلة موجودة من الأول اهي. 70 على 8 فيها الإيه؟ 8، 8 في 8 ب 64، يبقى 64 يبقى كام؟
ستة، ستة على تمانية مينفعش أحط صفر، 60 على التمانية فيها تمانية يبقى سبعة، بكام؟ بستة وخمسين، ستة وخمسين يبقى أربعة، أحط صفر يبقى خمسة. يبقى يدينا كام العدد ده؟ سبعة على التمانية هيساوي فاصلة صفر تمانية سبعة خمسة. عايز يقربوا الأقرب إيه؟ لأقرب مئة. فين الأقرب مئة؟ التمانية. شوف السبعة كبير يبقى هيدينا تسعة من مية، يبقى ده هيدينا تسعة من إيه؟ تسعة من مية. أعتقد سهلة وبسيطة جدا وما فيهاش أي مشاكل. طيب هنا المجموعة ديت مع مجموعة الأعداد، مجموعة الأعداد الأولية مجموعة غير منتهية، يبقى انا بشوف الاعداد الاوليه هنا ايه اللي هي الاثنين والتلاته، يبقى تقاطع في الاثنين والتلاته. احتمال فوز خالد في مباراه هو 2 على 3، فان احتمال فوز في نفس المباراه عدم احتمال، عدم فوزه، يبقى الاحتمال الكامل 3 على 3. هو احتمال الفوز 2 على 3، يبقى احتمال عدم فوزه كام؟ 1 على 3. بطرح البسط مع البسط طالما المقامات واحدة. طيب بيقول لي 178 و15 من 100 ناقص 9 في 2 في 3 و2 من 10، يبقى هضرب الأول 9، يبقى 32 في 9، 9 في 2 ب 18، 8 معنى الواحد، و9 في 3 ب 27، 1 28. الفصل بعد رقم يعني كام؟ يعني 178 و15 ناقص، احط الفصل هنا كام؟ ادي طبعا بحط الفصل تحت الفصل زي ما شرحنا، يبقى هنا 28 وهنا 8. اطرح هنا المفروض صفر، 5 ناقص صفر 5، 8 1 ناقص 8 ما ينفعش استلف، يبقى دي هتبقى 7، 11 من 8 كام؟ 3. الفصلة هتنزل، 7 من 8 مينفعش، يبقى 17، يبقى كام؟ 9. دي هتبقى 6، 6 من 2 4 والواحد، يبقى 149، 149 و35 من 100. لأقرب جزء من 10 التلاتة ده، يبقى ده جزء من 10، يبقى الخمسة تزود، يبقى كام؟ 149 و4 من 10، 149 و4 من 10. طيب يبقى نجمع الأول ده، نجمع لما بجمع ادي 471 فاصلة 72، اما اجمع كسر تاني احط الفاصلة تحت الفاصل، 8 هتبقى تحت الواحد، وهنا 2 7، هجمع 2 و7 9، 2 و7 9، 9 7 4، يبقى الناتج كام؟ على 1.5، على 1.5 هيبقى يتقسموا، يبقى 79 و99 من 100 على 1.5. الفصلة دي حركها كده، يبقى حرك الفصلة معناته الناتج هيبقى كام؟ هيبقى 4 7 9 9 9 فاصلة على 15. دي هتتقسم عادي خالص مفيش أي مشاكل. نقسم 4 ل 15 يبقى 47، ال 15 فيها ال 5 فيها الأربعة في 15 بكام؟ تلاتة في 15 ب 45، يبقى تلاتة، 45 يبقى 2، يبقى 29 على 15 الاتنين ب 30 يبقى 1، 15 ب 15 يبقى 4 1، 14 على 15 ما ينفعش انزل التسعة التانية دي، احنا نزلنا التسعة اهو، يبقى 149 على 15 فيها الكام؟ 4، نجرب التسعة، 15 في 9، 9 في 5 ب 45، 9 في 1 ب 9 و4 13، يبقى التسعة، يبقى 135، 135 يبقى 4 1، 14 على 15 يبقى 149 تاني، بس الفاصلة تنزل تحت لما نزل التسعة الأخيرة، هيدينا كام؟ 9، 135، 135 يبقى 4 و3 من 1 14، 14 نزود صفر يبقى 140 على 15
140 على 15 يبقى 9 ب 135، يبقى 9 ب 135 يبقى كام؟ 5. 50 على 15 فيها 3، وهكذا. يبقى دي كده مشت ايه؟ مش هتنتهي، يعني هتبقى 319 و99 من 100. ماشي، طالما مش هتنتهي كده يبقى ايه؟ يبقى انا بوقف على رقم ولا رقمين فقط. واللي اشترى رجل جهاز تلفزيون بمبلغ 2000 جنيه، دفع من ثمن 440 جنيها وقسط الباقي على اقساط شهريه متساويه قيمه كل منها 32.5 جنيه، اوجد عدد الاقساط، يبقى المبلغ الباقي، يبقى تكتب له كده المبلغ الباقي يساوي 2000 ناقص 440. اطرح 0 من 0 0 و10 من 4 يبقى 6، ودي 9 من 4 5، ويبقى 1560. 1560 خلاص، ده المبلغ الباقي. يبقى عايز ايه؟ عدد الاقساط. يبقى عدد الاقساط يساوي 1560 على كام؟ على قيمة القسط 32.5. طيب طبعا مفيش فصلات، يبقى لازم احرك، طالما احرك الفصل هنا يمين يبقى ازود صفر فوق، يعني هتبقى كام؟ 15600، يبقى 15600 على ايه؟ على 325. على 325 هنقسمها عادي بقى ونشوف هتطلع كام. نقسم خمستاشر ألف ستمية على 325. 15 ما ينفعش، 156 ما ينفعش، يبقى 1560. يبقى انا بقسم الاربع عدد دول، نقسم اخر عدد هيبقى فاء، نجرب الخمسه. ليه؟ لان 15 على 3 فيها الخمسه، نجرب الخمسه، يبقى 325 في 5. 5 في 5 ب 25، 5 معنا الاثنين، 5 في 2 ب 10، و2 12، 15 و1 16، 1625، دي 1500، يبقى الاربعه، يبقى 325 على في 4، 4 في 5 ب 20، مظبوط. صفر معايا 2، و4 في 2 ب 8، و2 10، صفر معايا ال 4 في 3 ب 12، و1 13، يبقى كام؟ 1300. 1300 اللي فيها كام؟ الأربعة، ما احنا قلنا الخمسة كبيرة، هي 325 في 5، أيوة كبيرة. طيب يبقى 0 6 2، يبقى 260 على، يبقى مش هتنفع ننزل الايه؟ الصفر التاني ده، يبقى 2600 على 325. 26 على 3 فيها التسعة، يبقى هنجرب التسعة. 325 في 9، 9 في 5، ما احنا جربين التسعة، لا 9 في 5 5 وعين الأربعة، 9 في 2 ب 18، و4 22، 2 ومعنى الاثنين، و9 في 3 ب 27، يبقى مش هتنفع 9، يبقى 8، يبقى 325 في 8، 8 في 5 ب 40، صفر معايا الأربعة، و8 في 2 ب 16، و4 20، صفر ومعايا الاثنين، و8 في 3 ب 24، يبقى 26، يبقى كام ال 8 بالظبط؟ يبقى 48 قسط، يبقى 48 قسط، يبقى الاقساط اللي هيدفع فيها 48 قسط. اسم عادية خالص خالص، بس محتاجة منك ان انت تركز في موضوع الاسم. طيب في الشكل المقابل بيقول أ تقاطع ب، يبقى أ تقاطع ب يساوي الجزء اللي متقاطع ده اللي هو يبقى كام؟ 6 و8، مظبوط. أ ناقص ب يساوي، أشيل الباء، يبقى كام؟ 3 و2. أ اتحاد الباء مكملة، يبقى نجيب الألف اتحاد الباء الأول. ألف اتحاد الباء اللي هي ايه؟ 2 و3 و6 و8 و5 و4. طيب المكملة بتاعتها يعني الشين، يعني هشيلهم دول، هشيلهم، يبقى الباقي كام؟ يبقى ألف اتحاد باء أو مكملة ألف اتحاد باء هيساوي ال1 و7، ما أنا شلت كأني شلت دول بالكامل، يبقى الباقي ايه؟ ال1 و7. ال1 و7.
واللي ارسم دائرة مركزها ميم وطول نصف قطرها 3، يبقى انا بفتح البرجل 3 سم وارسم دائرة طولها 3 سم يبقى دي ميم. ارسم ألف باء قطر فيها، ادي ألف باء قطر فيها، ألف باء قطر فيها. حدد النقاط جيم ودال وهاء بحيث ان ميم جيم 2 او القطر 3 سم، يبقى جيم ميم جيم 2 سم، يعني الجيم هتبقى هنا، الجيم هتبقى في الداخل، وميم دال 5 سم يبقى دال هتبقى في الخارج هنا 5 سم، وميم هاء 3 سم يبقى هاء هتبقى على الدايرة كده. ثم أكمل، ميم هاء يسمى، ميم هاء يسمى نصف قطر، مش طوله 3 سم، يبقى نصف قطر. ألف هاء، ألف هاء يسمى إيه؟ وتر. ما ألف هاء ده لو أنا رسمته كده هيبقى وتر. النقطة دال تقع على، تقع خارج الدائرة، خارج الدائرة. النقطة جيم تقع داخل الدائرة، ليه؟ لأنها أقل من نصف القطر، أقل من نصف القطر. بيقول لي تستهلك أسرة 6.5 من الكيلو جرام من اللحوم شهريا بسعر الكيلو جرام 38.5، من احسب ما تدفع الأسرة لأقرب جنيه. يبقى أنا هضرب، يبقى ما تدفعه الأسرة يساوي 6.5 في 38.5، يبقى نضرب 385 في 65، نضرب 5 في 5 ب25، معايا الاتنين، 5 في 8 ب40، و2 ب42، ومعايا الأربعة، 5 في 3 ب15، و4 ب19، 6 في 5 ب30، 0 ومعايا التلاتة، 6 في 8 ب48، و3 51، يبقى 1 ومعايا الخمس، 6 في 3 ب18، و5 23، أجمع يبقى يدينا ايه؟ 5 2 10، 5 2. الفصل بعد كام؟ مع 1 2، يبقى الفصل بعد رقمين. وعايز لأقرب جنيه، لأقرب جنيه يعني ايه؟ جزء صحيح ده، لأقرب جزء صحيح يبقى كام؟ خلاص، يبقى انا بشوف اول عدد بعد الفاصلة اقل من 5، خلاص يبقى ده الشطب يعني هيساوي كام؟ 250 جنيها، يعني يبقى هي بتدفع في حدود 250 جنيها تقريبا، 250 جنيها تقريبا. ارسم المثلث أ ب ج الذي فيه أ ب يساوي 3 سم، وب ج يساوي 4 سم، وج أ يساوي 5 سم. يبقى أنا لما برسم بعمل إيه؟ برسم اي ضلع، اختار الاكبر مثلا الف ج، ده كام سنتي؟ 5 سنتي. طيب بعد كده هركز في ج وعايز ارسم ج ب، يبقى انا بركز في ج وافتح البرجل كام؟ 4 سنتي، واروح اعمل قوس، واركز في الف وافتح البرجل 3 سم وراح عامل قوس، هيتقاطعوا مع بعض راح موصل النقاط دي، يبقى دي 5 وده 3 سم وده 4 سم، ده 3 سم و4 سم. ارسم الاعمده من رؤوس المثلث. باجي بقى عند ايه؟ باستخدام المثلث القائم الزاويه، اجيب المثلث واحركه، طبعا احط المسطره هنا كده واحرك المثلث عليها لحد ما يجي عند النقطه دي واروح راسم عمود. ماشي، احط المسطره هنا واحط المثلث عند الف وحد ما يجي واروح راسم عمود وهكذا. ودي الاعمده اللي انا برسمها، ودي مشروحه في درس الانشاءات الهندسيه اللي احنا خدناها بالتفصيل الممل. طيب بيقول لي اجري استطلاع راي على اجري استطلاع راي على 50 تلميذا في كيفيه قضاء اجازه الصيف. تبين ان 12 تلميذا يفضلون السفر للشواطئ، و14 تلميذا يفضلون الذهاب للنوادي، والباقي يفضلون الذهاب للريف. ما احتمال ان يقضي احدهم الاجازه في الريف؟ يبقى احتمال ان يقضي الاجازه في الريف يساوي احتمال الريف كام؟ الباقي هما كام؟ 12 و14 26، 26 يبقى 50 ناقص 26 يبقى 4 وايه؟ 24، 24 يبقى 24، يعني هيبقى 24 على كام؟ على 50، 24 على 50 على
مثلا على الكام، على الخم، على الاتنين في الـ25، على الاتنين فيها الـ12، يعني 12 على 25. ده احتمال ان ياخد الاجازه في الربيع، واذا كان عدد تلاميذ المدرسه 500، فما في تنبؤ للتلاميذ اللي ياخدون الاجازه في الريف يبقى 500، يبقى معلش نكتبها تاني، هم 12 على 25 افتكرها، يبقى عدد، طبعا بتكتب عدد التلاميذ الذين يقضون الأجازة، دي كان الاحتمال في الريف، يساوي عددهم كام؟ 500 في 12 على 25، ولا نخليها زي ما هي 24 على 50، 24 على 50، عشان يبقى الاختصارات سهلة، الـ50 هتروح مع الـ50 دول، يبقى باقي 240 تلميذ، يبقى اللي هيروح الريف 240 تلميذ. يبقى كده انهينا الايه، انهينا النموذج الثالث. اتمنى ان شاء الله يكون مفيد بالنسبة لكم، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.